مساء الخير مشاهدينا، واهلا بكم في برنامجنا وبرنامجكم تلت مشكل. هيكون معاكم نادين محمد ويا رهيني، وزي ما عودناكم في برنامجنا بنقدم لكم فقرتين خفاف ولذاذ على قلوبكم. اول فقره اخبار، تاني فقره هيكون معانا ضيوف مختلفين. وقبل ما نبدا فقرتنا احب ارحب بيورا. ازيك يا يورا؟ مساء الخير يا نادين. مساء الخير مشاهدينا، ومعانا اول خبر لينا. توقع الاحصائيات ان عدد سكان جمهوريه مصر العربيه يوم 3/10/2020 وصل ل100 مليون وواحد، بحيث ان هو كان السنه اللي فاتت يوم 11/2/2019 وصل ل100 مليون. معنى كده انه عدد السكان زاد خلال 235 يوم و7 شهور، زاد مليون، فده زياده كويسه جدا. وقبل ما ابدا الخبر الثاني، احب اهنئ الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بمرور 47 عاما على ذكرى نصر اكتوبر. كل عام والشعب المصري بخير. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما بمواصفات عالمية، واستعداد القطاع الطبي لمواجهة أي موجة ثانية لفيروس كورونا، والإسراف في خطوات ضم محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي، واللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تتناول تطورات المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وكذلك متابعة الموقف العام لانتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدد من المشروعات القومية في قطاع الصحة. وتم استعراض ما تم من خطوات واتصالات من قبل الجهات المعنية بالدولة بشأن مشروع تجميع وتصنيع البلازما بالشراكة مع الخبرات الأجنبية العريقة في هذا المجال، بما في ذلك نتائج الدراسات الخاصة بإنشاء مركز تجميع الدم ومواقعها على مستوى الجمهورية. قبل ما نبدأ فقرتنا الثانية، هيكون معانا ضيوف خفاف ولذاذ، هنعرض فيديوهاتهم دلوقتي، استنونا. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين فقره جديده، ومعانا ضيوف خفاف ولذاذ. لما بيجتمع النظام على الكسل بيحصل لخبطه مش طبيعيه وبتحصل كوارث. ضيوفنا في البيت زي القط والفار، بس على الفيديوهات زي السمنه على العسل. في بينهم فرق سن كبير، في بينهم فرق في حاجات كتيره، رغم كده هم مكونين مجموعه مع بعض. فعلا هم من غيرها الاثنين، كل واحد لوحده ما ينفعش، الاثنين مع بعض ناجحين جدا. معانا النهارده حمو ودنيا. ازيكم؟ منورنا. ازيكم يا حمو؟ ازيك يا دنيا؟ عرفونا بنفسكم من حيث السن والدراسه، وايه قرابه دنيا بحمو؟ انا اسمي محمد عادل، عندي 27 سنه، ابقى خال دنيا. وانا عندي دنيا. انا عندي دنيا. انا دنيا عندي 11 سنه. وفي مدرسه. سنه كام يا دنيا؟ في برنامج 5. طيب انتوا ازاي بدات تعملوا فيديوهات بقى؟ اول بدايتها ليكوا كانت ازاي وامتى؟ مين اقترح على التاني؟ البدايه كلها اللي احنا كنا بنلعب عادي على الابلكيشن، الناس كلها كانت بتعمل عليه، فعادي جربنا في مره نعمل فيديو كده، كان محمد هنيدي ساعتها وانا محمد هنيدي، فانا جربت نلعب معاه وقلت له تعالى نجرب عادي. كنا حاطين التليفون بطريقه زاويه عاديه ومفيش اي حاجه، فمره واحده لقينا الفيديو عدى والناس ايه ده اعمله تاني، بقينا كل اسبوع ننزل، كل اسبوع او بعد كده قعدنا ننزل كل يوم، لقينا الناس حابه اللي احنا احنا كنا بننزل عادي، في الاخر بقى اشترنا من فيديو، قلنا ممكن فيديو واحد بس عدينا اللي هو بتاع محمد هنيدي ده، كان سبب شهرتكم. محمد هنيدي كان سبب الشهر قوي، جيت تعليقات عليه كتير جدا. دنيا، اهلك رايهم ايه على الفيديوهات؟ بيحبوا يشوفوها؟ بيحبوا يشوفوها وهم بيشجعوني كمان. طب هما بيشجعوك عليها ازاي بقى؟ هما بيقولوا لي كملي، يعني اوعي تتراجعي، هو ده حلمك فكملي فيه. طب وهما بقى بيعلموكي ازاي تبقي احسن، ولا سايبين الموضوع لخيالك؟ لا سايبين اكيد، خلاص هو الاساس. هم سايبين عندي على طول، انا اللي متوليها. روح انت بقى، هو في شغلهم، كل واحده في شويه شغلهم براحتهم، وانا بقى اللي بتولى بقى، اروح واجي واروح واجي، ممكن ننزل اجيب لها اللبس انا كمان عادي. دي مسؤوليتك خلاص بقى. حمو، ليه ما اشتغلتش في مجال دراستك؟ والله انا يعني ما فيش، انا جربت طبعا ان انا اشتغل بس ما عرفتش اشتغل بره، يعني ما عرفش ان حد يتحكم فيا، فاشتغلت في شغل انا بقى مع اهلي وكده، مع والدي وكده، فهو
اشتغلتي معاه يعني. طب هل في مواقف غريبه تعرضت لها في الشارع؟ لا هو التصوير بقى في ناس ساعات يعني ناس ممكن تجري علينا مثلا بتتعامل ناسي اسمها طبعا. بس انت بتاعت التيك توك؟ نعم. طب ايه طيب هتصوروا ولا مش هتصوروا ولا ايه؟ لا كان مره جت واحده تصور معايا فكانت ماسكه قطه وانا عندي فوبيا من القطط فيعني جريت منها سبيتها وجريت افتكرت اللي هي بتتنك عليها. انا خفت انا بخاف من القطط. وانتوا بتعملوا السكريبت بتتدربوا كتير ولا لا؟ لا ممكن لا دنيا بتحفظه الواحده بديها التليفون تتدرب عليه مره اتنين بعد كده بنقوم بقى نصور خلاص نولع الاضاءه ونشغل الجو ودي الموبايل وانا بتدرب لوحدي. طب انتوا اتنين مندمجين قوي مع بعض، هو ايه سر الاندماج ده بينكم او انتوا من قبل الفيديوهات وانتوا كده؟ لا هي كانت قاعده عندنا على طول في البيت فهي حباني بقى انا شايفه ان انا فري شويه اللي بهزر واضحك وانزل مع اصحابي فكانت حابه الموضوع يعني سابت مامتها وباباها خلاص اقعدوا انتوا في البيت انا هحب انزل واطلع واجي واروح واجي. في فنانين ونجوم كبار شارككوا فيديوهات زي فنانه فيفي عبده والفنانه روجينا او اسر ياسين وايمان السيد وبدريه طلبه بتعمل لنا تعليقات كتير حلوه قوي يعني هو ده اللي بيدينا بوش اللي احنا بقى احسن واحسن واحسن. ايه كان رد فعلكم؟ ايه انا فرحت طبعا جدا عملت بوستات ساعتها وعملت مهرجان بس الدنيا فرحت اكتر. كان اول مين اول واحد شير لكم؟ اول حد كان بدريه طلبه بتعلق لنا تعليقات وتقول لنا ابعتوا لنا حاجات انزلها عندي ستوري. بعد كده بقى لقينا فيفي عبده عمل كل ما بنعمل لحد حاجه يشير لنا. قومي سمير غانم عملت لنا فولو على الانستجرام تخش تتفرج على الحلقات بتاعتنا كلها. روجينا شارت لك شارت الفيديو بتاع فدوى اللي هو عمل ضجه جامده على الفيسبوك عمل 5 مليون مشاهده. طب وده بقى بيديكوا ثقه في نفسكوا ازاي او بيديكوا حافز ازاي انكم تكملوا؟ اللي هما بيشجعونا يعني احنا حتى لو فجرنا يعني فكرنا نرجع وكده فهم بيشجعونا بالله حاجه دي دعم دي دعم ان احنا نكمل ونبقى وتبقوا احسن. طب الفنانين والنجوم ازاي قدروا يوصلوا لفيديوهاتكم؟ هو عن طريق الانستجرام بصراحه اكتر من تيك توك مش عارف النجوم تقريبا ما بيقعدوش على تيك توك اكتر يعني بيقعدوا على الانستجرام اكتر فبلاقي الفيديوهات كده عادي انا بعمل لهم منشن مثلا عادي ممكن يرد او ما يردش يعني في نجوم ما بتردش اصلا بس دول لقيهم بيتفرجوا على الفيديو بيعجبهم بيكتبوا لايك ويعملوا كومنت يعني بيكتبوا كومنت ويعملوا لايك وممكن يشيروه عندهم كمان على الصفحه. ايمان السيد بينزلها على الصفحه الرسميه بتاعتها الفيديو بتاعنا يعني ماني سايب نزل الفيديو بتاع الاساسي احنا منزلينه عندها على الصفحه وده اكيد شيء بسطكم وفرحكم جدا 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 طبعا احنا عملنا مهرجان ساعتها يعني طيب حاجه حلوه جدا. بالنسبه بقى للناس اللي هما بيتريقوا على شكلك وسنك وانك صغيره وبتعملي حاجات اكبر من سنك بتاخدي ده ازاي وهل بيضايقك ولا الموضوع بقى بالنسبه لك عادي؟ لا الموضوع عادي انا عندي ثقه في نفسي واولا واخيرا دي خيره ربنا بس مش معترضه على خيره ربنا. انت اموره انت عايزه اصلا. طب اعترضوا ان انت تعملي فيديوهات اكبر من سنك ايه ردك؟ لا انا بعمل والله يعني ده حلمي بس فانا بكمل فيه. والله عندك يعني معلش محمد رمضان بيشتم يعني شتيمه قد كده وهو نمبر 1 وفاضل لغايه دلوقتي لسه نمبر 1. كل شخصيه وكل حد ليه اللي مؤيد ليه وليه اللي ناقد ليه يعني مفيش حد بيسلم. معلش ان الدنيا ما بتطلعش بلبسه خارجه خالص بس انا عايز اقول لهم مثلا لو رجعوا بالزمن شويه عن فيروز فيروز كانت بتلبس بدل بعدين هي صغيره وهي طفله صغيره لا بيتريقوا جدا انا بيتريقوا على لبسي جدا ده ممكن يعني يقول لك انت لابسك على فكره احنا قاعدين في البيت زي لبسي زي كده مثلا يا جماعه احنا قاعدين في البيت في ايه يقول لك مثلا مش عارف انت باين ايه يا جدعان ده لبس عادي ولا انت لابسه كده ليه ازاي مامتك وابوكي سايبينك كده طب فين مفيش حد مستحيل يلاقي يعني بقول لهم لا بقول لهم ارجعوا في الزمن مثلا ورا شويه شوفوا فيروز فيروز كانت لابسه بدله راس كامله يعني انا ما اقدرش البسها لها انا لو هي طفله صغيره انا نفسي البسها لها ونفسي اخليها تقلد فيروز بس ما اقدرش البسها لها طبعا في المجتمع أكيد. اللي احنا فيه دلوقتي أكيد. اللي هو انت لازم كان كده بيتريقوا لما لبسها بدله راس مثلا تقلد حد تبقى مشكله كبيره طبعا عندنا أكيد. ده طبعا الفيديو بتاع برده روجينا طبعا عملوا عليه ضجه جامده بسبب اللي بتقلد روجينا بس بطريقه كلامها يعني بالعكس الفيديو كان حلو جدا الفيديو بتاع فدوى صح؟ بتاع فدوى طبعا طب هو اكيد لبس فدوى مش والله حاجة والله وكان لبس طبيعي عادي انا لو حطيته شال يعني. عبايه وشال احمر بس ما عملتش حتى ولا مكياج ولا حاجه ده هو كان روج بس وطلعت يعني اتكلمت عادي عشان تجيب شكل الشخصيه نقرب بس احنا نقرب لقينا بقى كميه تريقه وكميه شتيمه ومحمد رمضان بص عمل ايه في الاطفال وروجينا بص عملت ايه في الاطفال ايه يا جدعان ده فيديو صغير 15 ثانيه ما كملش بس كان 5 مليون مشاهده وشتيمه بس برده كان في تعليقات حلوه ايه مشاهدات عاليه مشاهدات عاليه لا وفي كان في تعليقات حلوه برده هو طبعا طالما انتوا اصلا ناجحين اكيد هتلاقوا ما قلت لها لا الدنيا عندها ثقه في لا ما هي عندها صراحه اكتر مني كمان لما عادي بالنسبه لها ولا بس بيتريقوا لا انا ممكن اتحيي دمي عادي انا عن نفسي ممكن اتحيي دمي بتلاقي فنانين مشهورين وبرده لازم تلاقي كومنتات سلبيه ليهم استحاله تلاقي الكومنتات كلها ايجابيه زي ما بتلاقي في المؤيد بتلاقي في المعارض
الناس فاكراكي يا دنيا مش بتذاكري ومش شاطره في مدرستك، عايزاكي تردي عليهم. لا انا شاطره. شاطره جدا على فكره دنيا، امتيازات يعني الشهادات بتاعتها، الشهادات بتاعتها كلها لو حابين ان احنا نجيبها ممكن. انا عرضتها قبل كده يا جماعه، انا شفت شهادتها وفعلا ما شاء الله شهادتها كلها امتياز، كلها امتياز. وانا عرضتها قبل كده على الانستجرام عندي والناس ما صدقتش برده ان هي شهادتها، لغايه ما جبتهم يعني قلت لهم بس ما صدقوش، جبت لهم الشهاده بالاسم بكل حاجه بسبب ان هم بيقولوا مش شاطره. طب نفسك تكوني ايه لما تكبري؟ ممثله ومشهوره كده. انا كوجهه نظري شايفه عندها ان هي تقدر تبقى ممثله جدا، ثقتها في نفسها من حضورها كده قاعده عادي بتاع فدوى. فيديو ده عمل ضجه جامده جدا. مثل لنا كده حته من اللقطه ده من النجمه فدوى. فدوى من مسلسل البرنس. انا حته اللي هي عايزه اني حته ممكن اللي بتاعت سيختي انت شكلك من جنين نمور. ماشي اعملها لها يلا. انا دلكت صح. هنعملها لايف بقى اهو مش انستغرام ولا اي حاجه. يا جماعه ما تقولش يلا بس انت بس يا اختي انت شكلك من تيدي ستار من جد نمون كنت حماده زي انت وجارتهم من الشربيه. معلش ولا لبس لبس الشغل. ايوه كده صح. ما انا برضك عماله اسال نفسي ما انا البسكوت دي اللي فتحت قرن فتحي اكيد ساعتها ما كنتش لابسه لبس الشغل. ممثله ممثله. لا والله برافو عليك يعني عندك كده كاريزما وحضور. انت كمان خايفه كمان كده على فكره مش دنيا. انا عن نفسي ببص على دي مش دنيا يعني احنا في البيبي نبقى يعني تبقى بتقعد لوحدينا. يعني واول مره كمان تطلع يعني وكده. طب انت حبك للرسم بدا امتى بقى؟ انا اصلا بس برسم رسومات عاديه بس تصميم الازياء عندي هو نمبر 1 فبقعد ارسم بقى. يعني هو جالي هوايه مش دراسه. كل لما يتفرج حد بيتفرج على الصور بتاعتي بيقول لنا دارس. لا خالص. وكنت بروح اقدم الحاجات ديت كانوا يقولوا لي بس مش عارف انت واسطه. من الاخر كانوا محتاجين واسطه اللي انا اشتغل معاهم يعني. كنت بروح لاسماء جديده كبيره يعني في مصممين ازياء وكده بس عادي يعني. خدتها هوايه بقى قلت خلاص بقى مش مهم. خدتها تحت الكنبه يعني. اشمعنى تصميم الازياء؟ معرفش حبيتها كده. هو لقيت نفسي بعرف ارسم. لا كنت برسم عادي طبعا في المدرسه رسومات عاديه بس بعد كده بدات معايا اللي انا عايز افنن بقى اللي هو الالوان مع بعضيها. كان قرايبي على طول بيسالوني مثلا تلبس ايه على ايه. مش عارف يلبس ايه عليه. كنت بقى بقعد انسق كده فعجبني الموضوع ان انا انسق بقى وارسم وافكاري من عندنا. طب انت ليه ما جربتش تدرس مثلا؟ يمكن الدراسه تطور منك. الدراسه اللي هي اللي هي التصميم. انا اصلا دارس نظم معلومات. لا ما جربتش صراحه. ما حبيتش التفصيل نفسه. حبيت اللي انا ارسم بس. عشان كده لما كنت بقدم في اي شغل من الحاجات دي كان يقول لي لا عايزين الاثنين مع بعض. فما فكرتش. لا يعني انت بتصمم على ورق بس ورق مفيش بس. تنفيذ ولا لا 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 ما بحبش. لا ممكن انا كنت منفذ لدنيا صغيره بس حاجات صغيره. كنت يعني التنفيذ اللي انت عملته بس وحيدة. مش عاجبني لدرجه اللي في نفس الصوره اللي انا رسمها. طلع بحاجات تانية يعني مختلفه شويه عشان كده. بس في الاخر حلو. طلع حلو يعني بس مش زي ما انا عايز يعني. طب انت رحتوا كاستنج كتير وعملتوا اعلان؟ لا انا رحنا مره واحده. رحنا مره واحده بس عملنا كاستنج فجالنا اعلان وجالها مسلسل اللي هو بتاع اوضه القلوب كانت طالعه بس ما كملناش فيه الصراحه. كان عندها دراسه ساعتها وما كملناش فيه. وطلعت فيه بس لقطتين تقريبا. بس ما كملناش. هو الحلقه بعدين بقى جت دراسه وحاجات كتيره. لا تقريبا جه دراسه ولا جه كورونا. ده جه كورونا تقريبا. هو المسلسل وقف وبعد كده بقى احنا ما رحناش تاني يعني. ما كملناش يعني. انا فاكره ان دراسه ولا كورونا. طب هو ايه اصعب موقف بقى مر عليكم في الكاستنج؟ اصعب موقف مثلا شفته في الكاستنج؟ لا ايه كانت اول مره خايفه. لما رحنا اول كاستنج. اول مره اشوف مرعوبه. اول مره تشوف. تاني مره بقى فكت خالص يعني. بقت خلاص بقى خلاص اتعودت بقى على الكاميرا وكمان بقت بتنزل الشارع يتصوروا معاها وهي دي اتعودت عليها خلاص الموضوع بالنسبه لها بقى عادي. هي دي التيك توك خلاص يتصوروا معاها وكده. احكوا لنا مشواركوا بدا ازاي؟ كان بدايته ايه؟ هو بدايته زي ما قلت لك كده اللي هو جت فكره ان احنا بنتفرج على ابلكيشن عجبنا الناس اللي بتعمل فقلنا نعمل اي حاجه خلاص. ليه كانت ضربه معانا ان هي مش لازم يعني اللي هو مش حاجه يعني لازم نتشهر. لقينا نفسنا هي خلاص هي عجبها الموضوع وبقت بتعمل كمان معانا. عملنا يعني انا بعمل معاهم تليفوني وهم بيعملوا تليفون فعملنا في فيديو ضرب قلنا بقى نشتري فالحمد لله ضرب معانا يعني. طب انت بتحب الهزار والضحك وقت التصوير بس ولا عامة؟ انا على طول في اي حاجه. هو ده اللي التصوير فعلا على طول بتهزري بتبقي مثلا عايز تاخدي على الجو اكتر؟ وهي وشها بشوش. في ناس كده بتبص على وشها تلاقيه مبتسم لوحده. لا ده هي بتحب الهزار في الفيديوهات. انا بتخني بقى يقول لك طب خلص الفيديوهات بعدين بعدين هزري براحتك يعني. تبقى عايزه ممكن تستظرف مثلا واحده تكون هي مثلا بتصور وانا تقعد تعمل لي كده يا بنتي طب نخلص وبعد كده نكملي. لا هي بتحب تهزر في ساعتها طبعا بديها الوش خشب يعني مش تخلص. مش عامله حاجه. عملتوا اعلانات سوا
عشان كنتوا بتقدموا فيها عشان تعملوها ولا هي كانت بتجيلكم؟ لا، الاعلانات اللي هي بتاعت السوشيال ميديا كانت بتجيلنا لوحدها، يعني كانت حد بيتصل بينا عايزين نعمل اعلان وكده كنا بنروح. بس عمر ما جالكم اعلان على التلفزيون؟ لا التلفزيون لا، هو كان كلها السوشيال ميديا. بس هي كانت حلوه يعني، كانت بتشاف، معلش، كان مثلا الفيديو مثلا يعدي 1.5 مليون مثلا مشاهده وكده، اخر اعلان عدى 1 مليون تقريبا. حلو. طب مين اكتر حد من مشاهير تيك توك بتحبه؟ بص، احنا اصلا صحابنا، هو توينز خالد، هم اصحابنا، ودولت برضو، احنا كده شله مع بعضينا، دولت وندى بوته، احنا كده شله. بس الناس اللي بنحبها قوي بنحب نتفرج عليها وبقوا اصحابنا زي احلام عادل مثلا، اللي هي بتاعت اليوتيوب. احلام احلام يعني هي شباب، انا بحب الكل، بس يعني دنيا دنيا مندمجه معاه قوي. شفت لها كذا فيديو مع احلام، يعني هي اصلا دنيا واحلام مع بعض فظاعه. انا بسيبها، انا بصورهم الفيديو وبضحك وقاعد بضحك عليهم. هي دمها خفيف، هي عسوله. عرفتوا احلام من خلال الانستجرام؟ انستجرام وتيك توك. هي احلام برضه دخلت تيك توك وكلمنا مع بعض ونعمل افكار مع بعض ونزلنا واشتغلنا مع بعض شويه. اكتر ممثل بتحبوه نفسكم تمثلوا معايا او تعملوا فيديو معايا؟ ممكن نقول دنيا مين لو بتحبي مين؟ انا اصل كل حاجه احنا مختلفين جدا، مختلفين في حاجات كتير. لا هي انا ميزان وهي حوت، فما فيش اتفاق خالص. ميزان معايا زي انا ميزان، هي حوت. انت ميزان معايا زي فاحنا مختلفين 100%. هي بتحب حاجات وانا بحب حاجات خالص مختلفين، غير لما احنا بنطلع على الشاشه نهائي يعني. احنا بنطلع لكم حاجه مش عندنا، مش موجوده على فكره خالص، يعني دنيا مختلفه عني خالص. ممكن انت تحبي مين في الممثلين؟ سلاي لو ناس كتيره جدا. لا بس ممكن نفسك تمثلي معايا او تعملي فيديو معايا. زي ممثل احمد عيد. ممثلين بقى اللي انت بتحبيهم، انت عايزه بتمثلي لهم. انت نسيتي؟ يعني افتكرت دلوقتي. ده على طول تقولي رحمه ممثل معاهم. يعني بابايا كان مسميني دنيا عشان دنيا سمير، بابا بيحب سمير، دنيا سمير غنيم جدا، بيحب جاتها، فسميني دنيا سمير غنيم عشان اسمها. وانا سمير اكتر اثنين بحبهم على السوشيال ميديا كلها، هو ايمي سمير غانم. مش على السوشيال ميديا، على التلفزيون بقى كله. ودنيا. انا لا احمد حلمي طبعا. طبعا ممثلي المفضل يعني. اكيد. طب مثلا مشهد مع بعض. مشهد يعني ايمي سمير غانم بقى، انت بتحبي ايمي؟ خلاص نمثل حاجه مشهد. بتخونيني يا اشجان؟ ثانية ثانية استنى اظبط نفسي ما اظبطش حالي. يلا هسلكت اساسا حقي بصراحة. بتخونيني يا اشجان وكمان مع واحد اصلع؟ لا ما تتسرعش وتظلمني يا عزمي، هو ما كانش اصلع، كان شعره بني خفيف. وكمان بني خفيف؟ شعره بني خفيف. طيب احنا ممكن بقى نبتدي فقرة لا مع بعض، مين يعرف التاني اكتر؟ تمام. انا هسالوش خالص. لا ممكن اعرف شويه صغير بس هو ما يعرفنيش اكيد. طب ماشي، احنا انا هسال مثلا دنيا سؤال وانت اللي هتجاوب عليه. تمام. وهكذا هسالك انت سؤال ودنيا اللي هتجاوب عليه. اوكي اما نشوف. اعرف اول سؤال لدنيا، ايه اكتر فيلم حمو بيحبه؟ اكتر فيلم اي حاجه لاحمد حلمي طبعا. طب فيلم معين؟ البنت. برنس احمد حلمي؟ البرنس مسلسل. انا عارفه. انت قصدك فيلم؟ انا مش عارفني هو انا متفرج على فيلم. احنا كده لسه 0-0. مين بقى اول واحد يزيد بوينت؟ خلاص ما عرفتيش خلاص كده. طب انت قول بقى مين؟ ايه اكتر فيلم بتحبه؟ لا بحب الافلام القديمه قوي، بحب سيدة القصر بحبه. اكيد الدنيا ما تعرفوش. انا عايز اقول لك مش هتعرفوش. السؤال اللي انا بقى عليا بس انت هتجاوب عليه. ايه اكتر اغنيه دنيا بتحبها؟ اغاني الشعب، مهرجانات. ده صح يا دنيا؟ بس في اغنيه بقى. ايوه ايه بقى الاغنيه؟ اغنيه فعلا محدده. اغنيه واحده. ما بتسمع شعبي على كتير. انا بسمع شعبي، دي مشكله. انا مهرج. لا لا ما تحقيقي، انا ما اقولك. لا 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 ايوه لا تجي تساعدي انت، بتدي له فرصه يا بنتي. لا بس هي اغاني كتير قوي يعني. قول له اخر اغنيه. اول اغنيه ممكن اخر اغنيه. انت لسه مغنيه دلوقتي انت خلبوصه. لا اخر اغنيه لما كنا جوه في الاوضه. اخر اغنيه مش قلت يعني مش هساعدك. انت قلتي لي احفظها؟ كان قاعدين في الاستراحه بيغني. ده بتقولي احفظ اغنيه اعملها تيك توك، انا مش حافظها. برضه ساعتك انت غلطان. بقول اغنيه ثانيه. 0-0. طب ايه الاغنيه دي؟ قوي. ها؟ الاغنيه؟ لما نحفظها. مش حافظها، هي عارفاها بس. اسما طيب. طب اسما اي حته منها؟ طب قولي اي اسمها. اسمها ايه الاول؟
مش عارفاها هي بقى كده كسبت. انا اول حاجه شبح، يعني انا حاجه شبح ما اعرفش بقى، مش عارفش غير كده بس. انا ايه قلت كده احنا لخبطه اليوم مش حافظها. طب خلاص كده 0-0. 0-0 تمام. اوكي المفروض انا اخد بقى عشان هي مش فاكراها. بس انت خلبوصه على فكره كنت بتغنيها في العربيه. طيب مش اكتر اغنيه ماشي بس كنت بتغنيها. ايه اكتر فوبيا غريبه عندكم انتوا الاثنين؟ القطط، دنيا القطط بتطير. بس كل الجري من واحده راحت تصور. لا القطط مش غريبه يعني، انا كان عندي فوبيا من القطط. في ناس بتخاف منها. فراخ. فراخ غريبه. انت ايه غير القطط؟ اي حيوانات. اي حيوانات. قطط، كلاب، اي حاجه باربع رجلين. اي حاجه مش ده تمثال. في تمثال كنا بنصور اخر فيديو على تيك توك لو الناس دخلت شافته دلوقتي، بتصوروا في كافيه المفروض اللي هو التمثال بيتحرك. صوتته جري. يا بنتي اقف عامه، يا بنتي ده تمثال بس هو بيتحرك. لا في غوريلا حقيقي عامله كده. هي الغوريلا عامله كده بس بتتحرك. هي بتعمل كده بس. لا بتعمل كده زي ما اديتي الانتاج ان في حيوانات بتتحرك. يا بنتي والله ده تمثال. تقول لك لا انا خايفه، انا بتعمل كده وتغني الاغنيه. خشوا اتفرجوا عليها على التيك توك هتلاقوه يعني موجود. اكتر اكله دنيا بتحبها يا حمو؟ انت بتحبي تاكل من بره كتير بس ايه اكتر بقى حاجه؟ بيتزا. ده صح؟ عرفت؟ اول بوينت الحمد لله. يبانيا انت صفر لسه لحد دلوقتي جدعني. ازاي ما تعرفيش حاجه انا جبت جيبني؟ ازاي ما تعرفيش حاجه؟ حمو ايه اكتر حاجه تانية بتحبي تعملها في وقت فراغها؟ هو تقعد على التليفون نت. مش اي حاجه تانية؟ تحب تقعد على النت جدا. ما مش عارفه. سؤال لدنيا بقى المره دي. كده 2-0. اكتر كلمه معلقه مع حمو؟ عايزين تاخدي بقى بوينت واحده بقى. يعني مثلا في ناس كلمه معلومه تمام ماشي اي كلمه ايه داخله كده ممكن شتيمه. شتيمه لو مش تمام لك. لا بلاش. ما اعرفش. خلاص كده خسرت. ايه اكتر كلمه معلقه معاك؟ معلقه هي؟ معلقه معاك انت. انا معلقه معايا انا؟ السؤال بقى. ايوه اجاوب على السؤال بقى. لا انا عندي كلمتين معلقين معايا بس انا مش عارف. لا لا ما عنديش عادة معلقة. طب ايه بقى اللي معلقة مع الدنيا؟ ايه؟ لا لا احنا سبتنا على الدرجة 2-0 ولا ايه؟ خلاص كده يا جماعة. خلاص مش مهم. انت كده مش هتخليك تكسب. كسب. طب حمو اتطرد من البيت كام مرة؟ لا ولا مرة. مفيش. لا يبقى كده كسبت. السؤال موجه لدنيا. أكتر مكان حمو بيحب يروحه عشان نوصل لهدف بقى التعادل. لا ما بروحش غير مع توينز كل خروجات. لا مثلا مكان معين دايما بينزل قاعد فيه. معين هو حمو يعني عايزين نشوف نعرف حمو فين. حمو في المكان ده. ده ممكن اكتر مكان تلاقوه فيه. مع جدي. المكان 24 ساعه. لا 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 قصدي على خروجات يعني. لا بيخرج فين؟ بيخرج زي مطعم كنتاكي. اكل يعني. ماك. هتلاقيني في الاكل. كده هتلاقيني في اي حته. باكل كتير جدا. طب ايه اكتر حاجه ممكن تعصب الدنيا؟ متعصبه؟ تصحى بدري يا حبيبتي. انت النهارده متعصبه؟ جدا الصبح ما اتفرجتش يعني بقى لنا ساعه بصحيه مثلا من الساعه 9 بس من الساعه 9 لغايه الساعه 11 مثلا بصحى نايم الساعه 7 بتقول لي والله ما اخرج معاك في حته ثانيه. قلت لها دي خروجه؟ هي دي خروجه عايز افهم. هي دي خروجه الام يعني مش فاهم انا. مش خروجه ليا والله دي ليك انت. مين اقرب صاحبه للدنيا؟ السؤال لحمو ما تجاوبيش. سؤال عندها كتير. عندها سلمى. انا ما اعرفش سلمى. يا سلمى وربنا ما يعرفها. خيالك طلع درسك اكتر منك. من درس ايه؟ يعني ما هي لا مفيش حاجه خالص. مشغوله بالتليفون بس 24 ساعه. بس لا بس ساعه المذاكره على فكره خلي بالك اول ما بيبدا يوم الدراسه بيتشال منها التليفون. يعني ممكن تودعك مثلا وانت معاها على الواتس. خلاص يا جماعه النهارده اخر يوم ليا على التليفون. التليفون ده ملوش لازمه يعني في الدراسه. بتوقفي الفيديوهات في الدراسه؟ بتوقفي الفيديوهات. لا الدراسه لا بتيجي بقى خميس وجمعه. ايه اصلا بيجي لنا خميس وجمعه بس الاجازه. بنيجي بقى الخميس والجمعه تعوضوا اللي انتوا ما بتصوروش. اصلا على فكره الناس عايزة بس اوصل حته للناس. الناس بتقعد تقول لي انت كل يوم بتصور فيديوهات وفاضي. انا ما بصورش كل يوم خالص. ممكن انا بنصور اسبوع في يوم واحد بس اللي هو يوم خميس اللي هو بس صباح الجمعه اجازه عندي شغل. ما عنديش شغل فبسهر نسهر. ممكن نصور 10 12 فيديو فنزل كل يوم واحد او اتنين بس يعني بالكتير قوي. كل يوم بتنزلوا فيديو بقى كل يوم فاكرين الناس بقى بتخش على انستجرام عندي انت ايه انت معاده مش عارف ايه يا ابني مش عارف من حرام عليك. الكومنتات اللي لاحظتها لا 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 كتير كتير سلبيه كتير قوي. ايه رايك في الكلام اللي جالكوا حرام عليك انت خليها تعيش طفولتها اللي انت عامله فيها ده؟ كان الدنيا تقريبا ردت بفيديو صح؟ الدنيا ردت بفيديو. لا هو المهم اللي هو مش بيقول لي اعملي. يعني انا مش بعوز اعمل اقول له لا خلاص مش هعمل. خلاص نخش ننام خلاص. مش هتعملي ولا لا؟ اقول له لا. اقول له خلاص انا احسن اخش. ما دام ملهاش مزاج يبقى اخينا فيديو.
لو ما لقاش مزاج تعرفي ان دوني لو ما لقاش مزاج هتعمل معاك فيديو وتقول لك لا خلاص ممكن تقعد تعيد 50 مره. لازم يكون لها مزاج عشان يطلع الفيديو حلو. لازم يكون لها بس عملت له ما عملناش غير فيديو وبصي راح خلاص مش عايزه تعمل ايه. المشكله ان دوني بتحب الاغاني الشعبي وانا ما بعرفش احفظها فهي يعني نفسها تعمل اغاني اقول لها الاغاني ما بتجيبش تفاعل معايا مش تمثيل يعني الناس كلها بتحب في التمثيل يعني اعملي اللي بيحب الناس بتحبه تقول لك لا اغاني. طب انت نفسك تطلعي ممثله يعني تتجهي للفيديوهات اللي فيها تمثيل اكتر. عايزه تبقى عامله فرايحي يعني ايوه بس هي ما بتجيبش الناس ما بتحبهاش يعني مش بتحبهاش الناس شايفه الاغاني دي للصبيان او في ناس في التيك توك ليها مكان في الحوار دوت واحنا لينا مكان تاني فانت الناس عايزاكي كده فخليكي كده لا تقول لك انا عايزه اغاني شعب يعني اغلب خناقاتكم في عمل الفيديوهات انت عاوز تمثيل وراضيها اراضيها عامل بس ثلاث اربع اغاني واخليهم عندي ستيم ما انزلهمش وتعوضهم بفيديوهات بقى اعوضهم بقى بفيديوهات ممكن انزل واحد بقى نفسي اتزنقت بس ما عنديش فيديو انزله وهي ما بتعترضش لا خلاص بقى اهم حاجه صورت هي ترتاح نفسيا لو انت عندك اهم حاجه التصوير بس مش مهم ينزل مش مهم انزل امتى بقى ما تنزلش خالص قال لي لا طب خلاص مش هنزله حتى لو هحذفه قلت له انت بعمل لي واحذف يعني اهم حاجه ان ياخد الشعور اللي انا خلاص عملته اهم حاجه تصور الاغنيه اللي ده اللي انا عايزاه يتنفذ بعد كده بقى تعرضه ما تعرضوش اللي هو بقى تعرضه ما تعرضوش مش مهم انا عايز دي حاجه ترجع لك جدا عايز تصور اغاني اغاني يعني هو اغاني واغاني شعبي بقى اللي هي ايه انت مش حافظها والله ما حافظها بس هي اغاني طلعت حلوه بترقص صراحه بس هي مش عارفه يعني اعترفت بتحب تسمعي من اغاني شعبي كتير هي بسبب مهرجانات يعني اغاني ملهاش نهايه طب حافظه انت اغنيه شعبي طب اغني قولي كده اي حاجه انت عايزه تغني حته صغيره خالص لا عادي عادي صوتي ممكن دلوقتي حاجه بتاع سنتين حافظه اغنيه ما تغنيش قوليها هي بتقول لك قوليها قوليها كده مش كمان عادي طب اغني اغنيه ايه قول بنت الجيران الشهامه فيك قول بنت الجيران ماشي بنت الجيران شغلانه انا عينيا لا ما تغنيش تاني خلاص كده حلو قوي عليكم انت الاسم ما شفتوش لا كفايه كده لا ونبي بتسخن لا وسخنت على طول برقص يعني غنت ورحت شغلت برقص لو كملت لو قامت دلوقتي انت لو شغلت السماعه هتلاقي دلوقتي اتشقلبت على الترابيزه ببلاش احنا كنا في كافيه من قيمة يومين بتاع واحد صاحبنا بيتفتح قامت عليها الناس شفت الفيديو خلاص ايه عاملين يقولوا لها الرقص عمالة تعمل كده فاهماني شفت الفيديو فاهماني في واحده بقى زميلتنا في تيك توك ايه عملت لها يلا لانك البنت هما الاثنين مع بعض اشتغلوا ايه ده في ايه لموا الكافيه كله عليهم لو حد القرص يعني لو في اغنيه شعبي قرص ولادي بس لو اغنيه بالي ليس كده حاجه محترمه تقلب بنوته بقى يا جماعه برقه بقى مش لا دي امينه بقى رقه دي امينه محمود الليسي الناس اللي هي بتغني شعبي اللي هي الشعبي بس بالهيدي مش المهرجانات ده رقص بقى بتاع دنيا اصلا دنيا اشتهرت اصلا في الاول خالص كنا بنعمل فيديوهات رقص وننزلها على الفيس بتاعنا بقى ما كانش لسه التيك توك نزل ولا الحاجات دي كانت برده بتجيب الناس ايه ده مش عارف ايه كانت لسه خمس سنين يعني من صغري وانا بقدر انتوا لكم قناه على اليوتيوب صح؟ احنا لسه عاملينها قريب مش برضك فيديوهات تمثيل لسه بقى بدانا بقى احنا الصراحه عايزين نغير يعني عايزين بقى اللي احنا ايه الناس عرفتنا خلاص فاحنا عايزين بقى نعمل محتوى بجد بقى لو كل ده كان محتوى زي يعني اي حاجه بقى افلام قصيره مش عارف حاجات اللي هي بقى تبين موهبتها بجد اللي هي عايزه تبان عايزه ابين لها بقى اللي هي عايزه اصل انا الدنيا مشروعي انا مش عايز انجح انا مش عايز انجح انا لوحدي او مش عايزه انا عايز دنيا هدفك دنيا هي اللي تنجح هي مشروعي وانا عايز اشتغل عليه فانا عايز بقى اعمل لها فيلم مثلا قصير وان شاء الله داخلين فيلم قصير قريب بس لسه ما يعني ما اتظبطش انت بتحب انهي اكتر يعني قعدتك على انهي اكتر انستجرام ولا تيك توك انا تيك توك تيك توك وانستجرام يوتيوب مش بحبوش صراحه يعني انا عمري ما بحبه طب انت اصلا مين فيكم كره بيعمل يوتيوب انت ولا دينا هي دنيا سوري معلش برضه قبل الحلقه كانت عماله تغلط في الاسم على فكره ناس كتير بتلخبط في حوار دينا ده انا ناس اسم دينا ودينا ناس كلها تقول لها دينا ما اعرفش ضربه معاهم دينا ليه حتى الناس قابلتها تقول لها دينا ما تقولهاش دنيا يا جماعه مش ده والله دنيا لا في حوار اليوتيوب دينا مصطفى ما بردش اليوتيوب هي فين دينا ولا مش انا اسمي دنيا لا هي في اليوتيوب اللي شجعتني اكتر هي اللي عماله عايزه بتزن على اليوتيوب ونفسها تعمل على اليوتيوب عشان تعمل ايه انا يا جماعه خارجه النهارده مش هعرف مستفزني في حاجه يعني اقول لك ناس تيجي طب نزل وناس تيجي لك لا الناس تيجي الاول على التفاعل يعني ولا ايوه هي صح هي صح بس انا مش قادر اكيد الناس هتجي لك شريكي مزاجها الناس هتجي لك القناه فاتزه ولازم والناس اتنين تلاته كده بشوف الناس هتيجي ولا لقيت ناس يعني لسه ما استقبلتش ما لسه بس بقول للناس عندها اربع حاجات الناس اللي بتشجيع يعني في برنامج تاني في برنامج منافس لتيك توك يعني البرنامج ده فيه كل لايكي تقريبا لايكي
وانا مشهور فيه جدا وعندنا الفات فيه، بس ما فيهوش تفاعل زي تيك توك، ما فيهوش كومنتات حلوه، ما فيهوش الناس تشجعنا. فاحنا بحب اقول لها انا بحب التشجيع. تيك توك فيها راحه نفسيه، في راحه نفسيه اللي هو الكومنتات كلها جميله جدا، اللي هي بتشجعنا اكتر ان احنا نعمل احسن. فهي الفكره في كده، انا بحب التشجيع اكتر من ان انا انزل وخلاص بقى عشان اعلى. مثلا في ناس ممكن تتخانق مع بعض تيك توك، على فكره كله دلوقتي بقى خناقات عشان تعلى الفولوز. عندك الناس كلها عندك ملايين، في ناس عندها ملايين ما بتعملش اي حاجه غير ان هي تعمل كده بس. بالزبط. بس عند بسبب ايه بقى؟ بسبب اللي هو مثلا مرتبط مش عارف بمين ومتخانق مع مين، بيظهر مش عارف ايه، يروح مثلا لو لها مثلا اتنين مشهورين يروح يقعد معاهم يصور معاهم فيديوهات. خلاص كده خلاص وصلت كده وصلت عدى. احنا بقى عشان مش مرتبطين بحد قوي ف ما بحبش ننزل كتير يعني. بالظبط. فعشان كده عادي بنطلع حته حته، بس انا بالنسبه لي حلو يعني مش وحش ان شاء الله. انا صوت وصلوا حبه حبه. حبه حبه. يعني هدفكم التيك توك والانستغرام واليوتيوب عمركم ما هتبطلوا؟ لا طبعا هنبطل. لا مش هنبطل فكره، لا مش هدفنا ده، بس هدفنا اللي هي طبعا تتقدم بقى قدام الكاميرا بجد وتقدم. وانا دلوقتي بجري وراها، اللي هي لسه عامل كاستنج اول امبارح وهعمل كاستنج تاني وتالت، اللي هي بقى خلاص اللي الناس خلاص حبتك هنا فاكيد هتحبك هناك. فبحاول ان انا اجري معاها اللي هي حوار المسلسلات وافلام اي حاجه يعني الحاجات دي. طب لو حد من الجمهور كلمك وقال لك ان هو عايز يشوفك بتوافقي؟ بس مش اللي هو تنزله، لا لما نكون رايحين في حته مثلا مش اللي هي تنزل هي، لا دلوقتي يعني مثلا بتقول لهم انا رايحه مثلا النادي، رايحه نادي ستوري انا نازله مكان كذا هو لا تقول لهم ممكن تكلم. لا ساعات هي اكتر مني انا ممكن ما اردش يعني على الفيسبوك بتاعي، هي ممكن ترد تقول لهم انا نازله دلوقتي، انا رايحه مثلا في نادي الجزيره اقعد فيه، انا رايحه مطعم كذا، فلو حابين بيجوا يتسلموا معايا وياخدوا ارقامهم عن طريق النت برده اللي هو يكلموها. بتدي الارقام عايز كل حاجه؟ بتدي الرقم بتاعها خلاص. خروجاتك كلها مع حمو؟ لا القناه بتاعتها معاها، التليفون لا خروجاتها كمان. خروجاتها معايا خلاص. انت يعني الفيسبوك مش خروجات مع اهلها وكله وانت خاله؟ لا ما بيخرجوش اصلا، هي بقول لك مامتها على طول، هم الاثنين في الشغل وخلاص مفيش اي رمينا. خلاص تعتبر انت مربي دول يعني. رموها عندي والله. مش عارف انا لما اتجوز ايه بقى هتروح فين. مش انا مش عارف لما انا اتجوز ايه، مش عارف هتروح معاك البيت هتروح فين. وتعتبر انت اللي مربيها بقى، كبرت وخلاص بقى هتتجوزي قبلي. هتسيبي يا خالو؟ تقدري تسيبيه؟ خلاص ما هتتجوز. هو مقتنع ان هي تتجوز قبلي. بعتك ثانية. ايوه بتقول كده عشان مين اللي هيعمل لك فيديوهات؟ ما بتعملش. ممكن مثلا على فكرة كسولة جدا الدنيا كده، هو اللي بيشجعك وهو اللي بيخليكي تعملي اللي انت عايزاه. غيري اعملي يلا عشان تغيري. مش لازم تغيري شو تغيري؟ اكيد فكرة المكياج وكمية المكياج اللي هي بتحط بقى فيديوهات بعد الفيديوهات. مفيش على فكرة كل ده قلم روج. بس هو بيبقى لك نهاية مثلا على بتاع العين. هو فعلا فلتر لو ركزتي في العين. حتى بتاع فدوى ده الناس شتموني بسبب المكياج. هو ده كان فلتر والله يا جماعة، كان فلتر عمال احلف لهم والله. كانوا طلعوا برضه قالوا هي يا دوبك حط بس روج. هي الدنيا بتحط تجيب الشخصية. روج بس، هو روج بس ده في البيت. انا بجيب الشخصية اللي هو ايه، ايميا وروجينا. ما لازم عشان تدي يعني الكاركتر يطلع حقيقي. والعبايه، طب العبايه يا جماعه طب ما كبيره عليها. ما على فكره كمان يعني هي كانت فادوه تلبس كده اكتر لبسها عبايات، فهي عامله يا جماعه عبايه عادي. يقول لك لا انت مش عارف محمد رمضان بوظ اطفال معايا ايه لوكت محمد رمضان بده يا جدعان. لا بقول لك الكومنتات كانت رهيبه والشير كان رهيب والجروبات، انا كان كميه ناس بتجي لي الواتس بتاعي ده كان 6 مليون مشاهده. 5 مليون مشاهده، انت بتتكلمي في ايه؟ وكل جروب وكل جروب مليون، نص مليون، ربع مليون، كل جروب ما ملوش اي لازمه يطلع يشتم وياخد كومنتات على قفانا. ما بتردش على الكومنتات السلبيه خالص؟ لا 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 ما بتاثرش عليها؟ لا برد عليها على الطريقه الكوميدي على التيك توك. على التيك توك بفيديو بفيديو لو الكومنت ما فيهوش يعني عادي يعني زر بسيط يعني بطلع زي الكومنت اللي هي انت بتكبرها على ممكن نطلع نضحك عليه. في مثلا واحد قال لي تطلع رقاصه فعملت له صوت لفيفي عبده. على فكره انا مشهوره في جميع الدول العربيه. تعرفوا ردت عليه بتاع فادو ولا ما رديتي؟ لا في كتير، احنا ردينا 5 6 كومنتات. فادو ايه؟ فيفي عبده قصدي. فادو فيفي عبده خدته عندها وفرحت بيه قوي، عملت لنا عماله تضحك وعملت عماله تضحك. واحد قال لي انت الحمد لله مشروع رقاصه ناجحه، قام كتبت بقى طلعنا الفيديو عليه. طب احنا دلوقتي هنبتدي فكره العاب، تمام؟ هنسال لوكس نعمل العاب هو اللي بس هي الغاز، فعايزه تفكير كويس. منين احنا الاثنين يعني؟ تعتقد من اللي يكسب فيها؟ لا خالص. لا فكري كده، بصي معاكي وقتك كده بالراحه وهتبقى بقول لك كده. اعتقد ان دنيا لا اصعب معاها الفقره دي شويه. كسوله جدا يا جماعه، ما بتحبش تفكر. ممكن ما تقولش الاجابه، نديكي وقتك. شاطره في المدرسه يعني. بصي اديها مدرسه اللي هي مثلا تحافظ الوقت، مثلا تحفظ الكتاب دوت نجيبها متولي الخول. بالظبط. الله اكبر عليك. طيب اول سؤال، ايه هو الشيء اللي تاكل منه بس هو ما بياكلش؟ انت بتاكل منه بس ما قاعد ياكلش. ماشي، ما كله اكل.
لا هو حاجه انت بتاكلي فطار انت ما اعرفش ايه هو حاجه انت بتاكل منها بس هي ما بتاكلش. انت ممكن تسال ورا الكاميرا على فكره عارف كل ما شاء الله عليه الطبق من غير بالظبط انت خدته منها. لا والله ما قال حاجه بس بلت في وشي لقيته بيديني الاجابه. انا قلت والله لا والله فعلا هو كان لسه ما انا قلت الاول انا صراحه انت قلت بس لا بس هو كان شايفه كان بعديها بعديها انت قلت بعديها. لا بس صراحه كان بصيت لي انا كنت بصيت لها ايه والله هو عمل لي جاي بص له عمل لي كده يعني المرايه جوه العيال تمشي غش عشان واحد بقى نديهم راحتهم ان هم يعني تدي فرصه الدنيا ان هي تفكر برضه اصغر منك اهو ورا الكاميرا لو سمحت. ايوه بس انا ما هو الشيء اللي كلما زاد نقص؟ انا عارفه قولي انت بقى. اه دي سهله ورا الكاميرا دي سهله مش هيقول حاجه ايه ده مش انت واحنا هنسيبها ايه مش انت وانت تفكر بقى قبل الهوا بنقول له هتساعد الضيوف بقى المره دي نجيب لك اسئله ايه انت مش عارفها مش لاقي قول لنا السؤال تاني مش عارفه اللي يزيد وبعدين كل ما بيزيد بينقص كل ما بيزيد بينقص او معنى اصح كل ما انت بتزيدي هو بينقص الميه لا طب انت لما بتزيدي انت ميه انت بتزيدي حاجه في الجسم حاجه تبع الانسان حاجه فيك في الجسم يعني لا بيغششها خلاص قولي يا حمد العمر العمر برافو انت بدل محمد لكن اما انت شوف الحته دي كاني مفيش حاجه ايه هما الحاجتين اللي انت ما تقدرش تاكلهم على الفطار حاجتين ما تقدرش تاكلهم على الفطار انا سالت السؤال ده ايوه بالظبط ولا دي يعني دي حاجه شخصيه تقريبا لا هو لغز لا لغز وانت المفروض مطالب ان انت تحله ما اقدرش اكله ما اقدرش حاجه أيوة. ما يعني لا ما اقدرش اكله مع الفطار ايه هما ايه ما اقدرش اكله جاي بتفكر دلوقتي يا احمد كنت ماشي معانا كويس وتمام وبتجاوب معانا الاسئله كويس حاجتين انت مش او مستحيل يعني اكل يعني ولا مش فاهم مش اكل بس هم يعني او اكل ثواني قولي تاني حاجتين انت مستحيل تاكلهم على الفطار العشاء والفطار الغدا برافو العشاء والغدا لا معلش انا بقى ما فهمتش السؤال معلش هو ده انا كنت فيه الاول حاجتين انت ما تقدرش تاكليهم على الفطار هو ده اللي انا كنت فيه ايه ده شفتي هو ده اللي انا كنت فيه الاول ايوه صح لا انا سالتي سهله انت سالتك صعبه يا بنتي عشان ذكاء سالتك صعبه انا ذكاء يعمل ايه طيب ايه الشيء اللي او اديه له ازاي ماشي الذي كلما اخذت منه كبر يكبر بقى اخذت لا لغه عربيه كل ما تاخد منها حاجه كل ما تاخد منها بتكبر ده ايه ده بقى ايه دي لفه بقى ها دي اسال يا جماعه والله صوتك وصل والله شبو صوت التصوير وصل بجد شبو صوتك وصلني ايه حاجه ليه ما بتاخد منها بتقعد تكبر كل ما اخد منها بتكبر اه حاجه في الارض في الارض اه بس زراعه مثلا قربت قرب يعني نوعا ما خضره مثلا ورد حاجه في الارض ملهاش علاقه بالخضره ولا الورد تبع الورد بقى وتبع كل ده ميه أخضر. لا حاجه في الصحراء الصحراء رمله مش لازم صحراء من الرمله ما ماشي بس بصها لك مش لازم صحراء بس بديك حاجه مبسطه ليها مقاربه ليها بمعنى اصح لا السؤال صعب طب ايه اسهل سؤال لا سهل جدا على العمر بقى ايه اسهل من بتاع العمر هو حاجه كل ما انت تاخد منها هي بتكبر او كل ما يعني لو قلت لك الكلمه هتفهمها يعني بتكبر ده انت بتشوهي له لا لو سمحتي انا ما ساعدتكش والله ما فهمت برضه اي حاجه ورا الكاميرا مش شغال معانا ساعدهم يا ما قال ده هو بيقول لك انا قلت كده اقول الاجابه يا يارا خلاص الحفره شفت سيماس ايه ده كل ما ناخد منها بتكبر كل ما ناخد منها بتشيلي والرملة بتكبر وبتوسع طب حاجه بتتكسر من غير ما تحملها من غير ما تشيلها ايه هي هقول لك بعدين حاجه وريني في الاسكريبت مش عارفه اي حاجه هي فين طب ممكن تعملي كده عايزه تكسر برضه ما فهمتش حقيقي حاجه قبل ما تشيلها بتتكسر حاجه هو حاجه بتتكسر من غير ما تشيلها هي بتتكسر بس انت من غير ما تشيلها ايه ده انا هي حاجه جوه الانسان القلب قربت يعني ها حاجه تبع القلب حاجه تبع القلب يلا يا جماعه 3 دقايق المعده يعني بصي حاجه تبع القلب وتبع الحب القلب تبع القلب وتبع الحب الحب والقلب طب لا ايه حاجه انت حاطها في شخص مثلا وبتتكسر يعني انت حاطط ايه في الشخص ده صورته لا نظره انا مثلا اهو عارفه الحب اساسه ايه وواثقه فيه قوي ايه بقى انا قلت لك الاجابه على فكره دلوقتي
انا عارفه حمو وواثقه فيه قوي. ايوه ثقه برافو يا جماعه. ما هو الشيء اللي تستطيع بلعه وهو بيبلعك؟ هو ممكن يبلعه. ممكن الاسئله دي يا جماعه دي سهله قوي قوي. ممكن انت تبلعه وهو بيبلعك. وهو يبلعك. ورا الكاميرا فين؟ انت ليه سؤال مش عارف. الحمد لله يا جماعه. على مدار 3 حلقات من الموسم ده اول سؤال ما اعرفوش. اول سؤال ما اعرفوش. الحمد لله. طب حلو ده. لا بجد انت طب ايه فكر معايا. حسيت حاجه. انت ممكن تبلع. انت بتبلعك. انت تبلعه وهو ممكن يبلعك. عرفت يا جماعه؟ شابوه يا جماعه شابوه. انت ايه؟ ميه. صوته وصل له. والله كنت بفكر فيها. انا قلت ميه بس عشان قلتها كذا مره فقلت خلاص بقى مش كل شويه تطلع غلط. كل ما اقول ميه تطلع غلط. حمو جسام طيب؟ وانت طيبه بس حاسه. بالنسبه لعيد ميلادك؟ اه ده النهارده. تحب تقول ايه يا دنيا؟ اه عايز دنيا بقى تقول حاجه لخالها. كل سنه وانت طيب؟ ثانية بقول من الأول كده. كل سنة وأنت طيب وعمال من سنة ونجاح لنجاح بس. مفيش ربنا يخليك ليا يا خالو. ربنا يخليك وتخرجني ولما تتجوز تاخدني معاك برضه. ما نقولش الكلام ده لبعض. لا ما نقولش الكلام ده لبعض. ممكن نضرب بعض نشرب بعض على فكرة. احنا غير الكاميرا خالص. طب هل انت فعلا معتبراه اللي هو التعامل في البيت ان هو خالك ولا مفيش الكلام ده؟ لا لا عادي. مفيش. بتتعاملي ازاي؟ قولي لها بتتعاملي ازاي؟ هو انت في فيديوهات شخصيتك قوية شوية يا دنيا. في فيديوهات ممكن دنيا تتخانق معاك وتقول لك لا الفيديو ده انا مش هعرضه. مش تعرضه؟ لا ممكن ما تصوروش. لا اقول طب كده. طب ما مش مصورته. طب بقول هاخد التليفون بقى. انت حطيتي هو مش عاجبك هتاخد التليفون. هتاخد التليفون. انت ما تصورش عشان هو مش عاجبك ولا ما تصورش مثلا عشان انت اتخانقتي معاه؟ قصدي على الفيديو اللي انت مش عاجبك يعني مش عارفه تصوري. ممكن تقول لي صعب. لا انا بس نرفز من ايه يعني. الفيديو جامد جامد. موبايل رمود على الكنبه. اي حاجه على الكنبه. انا باخد بالي من التفاصيل. نجم الاول اقول له مفيش حاجه مفيش غلطه اللي ده كل حاجه حلوه عشان بس الموبايل اي حاجه على الكنبه عايز اشيلها. اتخيني بقى. ممكن عادي الفيديو كله مثلا لو العبايه مثلا ما تروح. ما احنا بنقلع اللبس العبايه باينه مثلا. وانت عادي بتطلع. انا بحب ادقق. انت ولا بالي لسه مش هتعرف في الحته دي. فانا هشيلها. دراما في الحته دي مضايقاني. فانا حمو مش دنيا. انا دنيا. ايه انا دنيا. ايه انا حمو دنيا. حمو يا دنيا. دنيا اللي بيدقق. انت ولا دنيا؟ احنا كده وصلنا لنهايه حلقتنا وكانت فكره جميله جدا ونورتونا واسعدتونا. شكرا جدا. اعزائي المشاهدين اشوفكم في حلقه جديده من برنامجكم تلت مسكت.